إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم